تلتفتون إلى دور السينما بتنمية الفكر مثلا الثقافي للاعبين، صناعة بطل؟ تعرف مصر تصنع الأبطال، مسوين فيلم على محمد، على حالة محمد صلاح، بس هم مسوين يلعب فالنسيا، اسمه الكابتن اعتقد الفيلم، او اللي يمثل به هذا العمرو، نفس حالته، يحترف باوروبا وصار عنده مشاكل اول مره وما اعرف كذا، وهذا منطين زخم خيال. احنا عندنا اجيال قادمه، احنا عندنا احلام كبيره، احنا عندنا حلم ان يكون جزء من هذا اللقاع العالمي، يعني هيئوا للناس ثقافيا على الاقل. احنا هسه راح نستضيف الخليج، احنا بيا حال كريم، لا مو احنا بيا حال، هذه نقطه مهمه. لا لا ثقافيا، لا لا احنا الثقافه مالتنا انه احنا بيا حال، خلي تاثر قادرين كريم، خلي تاثر. يعني بيلي يسمع بالراديو، ابوه يسمع بالراديو المنتخب البرازيلي يخسر، وهو وياه ويقول له البرازيل خسرت، ويقوم يبكي ويقول له انا راح اصير لاعب البرازيل، وبيلي اخذ، هو اللي سوى زخم ترى الحاله البرازيليه بالمونديالات، اخذ مو. فقصدي احنا ما نصنع خيال لاجيالنا، المفروض ثقافيا نسوي زخم، يعني المفروض ندخل الناس بكاس العالم. يعني هسه انا اعلامي والله قلبي يعتصر ان انا قاعد هنا ما حصلت مكان في اروح في قطر، اللاعب شلون يقبل انه ما يكون جزء من هذه المحافل العالمية؟ العقده السياسيه بحد ذاتها هي عقده، هي معطل لكل شيء، مساله المحاصصه والموازنات وين تروح امجد وكيف هي ما تخص. اسمح لي، واحد يلعب طوبه زين وعقله زين يبقى هنا؟ لا طبعا، اسمح لي، العقلية اللي جوكي وفنتس منين تبدأ؟ أنت تبدأ بتقسيم الأموال. أكو مؤسسات بالدولة العراقية، مؤسسات رابحة، ما أريد نذكر أسماء خاف نزعل البعض، تخصص لها مليار دولار. إذا تقارن جمهورها بجمهور اتحاد الكرة هو 10%، واتحاد الكرة أنت تعطي 4 مليون دولار يظل شلون يدبر مدرب حتى يدرب المنتخب العراقي. هاي أزمة، انت هذا هي مؤسسه رابحه المفروض انت تاخذ من عندها فلوس. جابوا لنا هذا الاسباني، زين جابوا لنا الاسباني، ممكن